معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من غزة الصحفي الفلسطيني السيد أيمن دلول. مرحبا بك سيد أيمن. إذا انتهى شهر رمضان ولم تعلن الإدارة الأمريكية عن صفقة القرن، إلى أي مدى ترى أن الأوضاع الإقليمية والدولية تحول دون إعلان هذه الصفقة المزعومة؟ يعني التحية لكم وكل عام وأنتم بخير وجميع العرب والمسلمين بألف خير. بكل تأكيد الواضح بأن الإدارة الأمريكية المسألة ليست تتعلق بشهر رمضان المبارك، وإنما كان الحديث عن إعلان هذه الصفقة أكثر من مرة قبل شهر رمضان المبارك. والآن كان أحد المرات قالوا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. الآن بعد ذلك بات الحديث منصبا ليس عن صفقة وإنما ورشة عمل تحت هذا العنوان لدعم الاقتصاد الفلسطيني تعقد في البحرين في 25 و26 من شهر يونيو الجاري. الواضح من خلال التصريحات الأمريكية والخطوات الأمريكية التي تجري هنا وهناك بأن هناك حالة من الارتباك الأمريكية حقيقة في طرح ما يسمى بصفقة القرن، وحالة الارتباك يبدو أن هناك خشية كذلك لدى الإدارة الأمريكية بأن هذه الصفقة سيكون مآلها الفشل. لأجل ذلك كانت هناك خطوة يعني استباقية للفشل بإعلان تجزئة أو القيام بتجزئة هذه الخطة والصفقة والبدء بالبند الاقتصادي تحديدا في البحرين خلال الشهر يعني الجاري هذا الشهر. نعم. الشهر الجاري. نعم نعم. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن كل الأطراف في هذه الصفقة سيستفيدون، يعني ما الوعود برأيك التي تقدمها هذه الصفقة وسيربح منها الفلسطينيون؟ يعني الواضح بأن كما قلنا هذه الصفقة جرى الإعداد لها على مدار سنوات طويلة. دعنا نتحدث عن حصار صهيوني خانق كانت تعانيه غزة ولا تزال منذ 13 عاما. هنالك عقوبات فرضت من قبل الفلسطينية منذ 3 أعوام. الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية الوضع صعب حقيقة، والأوضاع الإقليمية صعبة كذلك. في الأردن الأوضاع الاقتصادية والدراسات توحي بأن الأوضاع الاقتصادية الأبحاث والدراسات تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن ومصر كذلك أوضاع صعبة. بالتالي تم تهيئة الأجواء المناخية المناسبة للوضع الاقتصادي خاصة هنا في فلسطين، والشق الأكبر من صفقة القرن المتعلق هنا بقطاع غزة بعد أن تم الاستفراد بالضفة الغربية وتفريغ يعني عناصر قوتها المختلفة من خلال تجريد المقاومة الفلسطينية وملاحقة المقاومة الفلسطينية من خلال التنسيق الأمني وغيره مع الاحتلال الصهيوني. الآن يتم يعني أو تم بالأحرى تهيئة بيئة الضفة قطاع غزة عفوا هنا من حالة الفقر الشديد الذي يعيشه المواطن لدفعه للقبول بما يتم عرضه من عروض اقتصادية مختلفة في هذا الإطار. ولكن الرئيس عباس قال إن السلطة ستتجاوز ما سماها كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية. ما الأدوات التي تمتلكها السلطة لتجاوز هذه الأزمة؟ ما هو يعني للأسف الشديد المتابع للتصريحات والأفعال يلحظ الفجوة الكبيرة ما بين التصريحات وما بين الأفعال. نتجاوز ونتخطى، كيف نتجاوز ونتخطى والسلطة الفلسطينية يعني هي من كانت أحد أسباب تجويع الشارع الفلسطيني هنا في قطاع غزة ودفعه دفعا نحو استقبال أي حلول اقتصادية قد يتم تمريرها على المواطن الفلسطيني. إن كانت السلطة الفلسطينية، وهذا بالمناسبة حديث الشارع الفلسطيني هنا في قطاع غزة والمراقبين، إن كانت السلطة الفلسطينية معنية بإفشال الصفقة فأمامها عدد من الإجراءات الحقيقية وهي إجراءات ميدانية بعيدا عن التصريحات الإعلامية. الإجراء الأول يتمثل بوقف هذه العقوبات التي تفرض على أهالي قطاع غزة ويعني إعادة ما كان يصل من رواتب ومستحقات مالية إلى قطاع غزة كونها أحد مناطق فلسطين المحتلة وأحد الأجزاء المهمة في الوطن الفلسطيني الكامل. من ذلك تقوية الشارع الفلسطيني. الأمر الثاني هو الجلوس على طاولة فلسطينية موحدة. تم تشكيل هيئة الآن
هنا في قطاع غزة لمواجهة صفقة القرن، لماذا لا تجلس حركة فتح مع هذه الهيئة؟ هنا السؤال، يعني الصراع الفلسطيني، الفلسطيني هو أحد الجسور التي تتمدد بها هذه الصفقة، في ظل هذا الخطر داهم، ألا ترى في الأفق بوادر حل للأزمة الفلسطينية؟ يعني الواضح بأن الفصائل الفلسطينية، هذا ما نلمسه في ميدان، الواضح بأن الفصائل الفلسطينية الآن تتوحد جميعها في جانب، وحركة فتح تصر على أن تبقى في جانب آخر. لكن لو تم تجاوز هذه الأزمة وجلست حركة فتح مع الفصائل الفلسطينية مجتمعة الآن، حيث تم تشكيل هيئة الآن لمواجهة صفقة القرن وتقوم بإجراءات ميدانية واتصالات دولية، وسنلحظ خلال الفترة المقبلة، نحن على اطلاع بهذا الشأن، سنلحظ عقد مؤتمرات ربما يكون منها في خارج الأراضي الفلسطينية، ويعني سلسلة من الخطوات. لو أن حركة فتح انضمت لهذا السياق بكل تأكيد ستفشل مباشرة صفقة القرن ومحاولة يعني طرحها من قبل الإدارة الأمريكية. لكن إن بقينا كل واحد وكل طرف يتمسك بموقفه بعيدا عن الطرف الآخر، فبكل تأكيد القضية الفلسطينية تتعرض وتعيش مخاطر حقيقية، وهنالك خشية حقيقية حقيقة بأن تتمكن الإدارة الأمريكية من انتزاع حقيقة أطراف فلسطينية إلى جانبها تقوم بالتوقيع على هذه الصفقة، كما تم سابقا التوقيع على اتفاقية أوسلو التي لا يزال يتجرع كأس مرارتها الشارع الفلسطيني حتى اليوم. أشكرك من غزة، الصحفي الفلسطيني السيد أيمن دلول.